بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد جدا بكم النهاردة، وسعيد إن أنا أشارككم محتوى من أقوى المحتويات. زي ما أنتم كده شفتوا في الإعلان بتاعنا، هذه البذور تكافئ بالون المعدة. الناس اللي بتعمل بالون معدة ب 30,000 و 40,000. طب إيه فكرة بالون المعدة؟ عشان بس الأمور تبقى واضحة قبل ما نتكلم عن البذور بتاعتنا، فكرة بالون المعدة إنها بتخش جوه المعدة، بتتنفخ كده جوه، فتلقائيا بتقلل من حجم المعدة، فتلقائيا لما حجم المعدة بتاعنا تبقى قليلة هتبقى دافعة قوية جدا لينا ان احنا ناكل كميات اقل، لان في حاجة مليانة جوه فواخدة حيز كبير جدا، فلم يتبقى الا جزء صغير. هذا الجزء الصغير بيبقى هو الوحيد المتاح ان هو يخش فيه، فبناكل كميات اكل قليلة وبنشبع. بنفس الفكرة كده، هذه عندنا بذور اسمها بذور القاتونة. بذور القاتونة يعتبر من البذور المعجزة اللي ليها فوائد جهنمية، غير ان هي مفيدة في التخسيس، برضو مفيدة في ترميم المعدة بتاعتنا والامعاء وتحسين الحركة المعوية، الحركة الدودية للامعاء، وبالتالي الهضم الجيد. فاحنا بنقول بذور القاتونة. بذور القاتونة يعتبر من ضمن الحاجات المعجزة اللي احنا لو بالفعل استخدمناها هتبقى دفعة قوية جدا لينا ان احنا نملى المعدة بتاعتنا. هي بتعمل اول ما بتخش بذور القاتونة، مثلا احنا بناخد بذور القاتونة دي مثلا ممكن نشتريها من عند اي العطار، من عند اي عطار، وموجودة كمكملات غذائية او مكملات موجودة في الصيدليات. يعني انت ممكن تجيبها من صيدلية باسم البسيليوم هاسك، او تجيبها من عند العطار باسم بذور القاتونة، بس ربع معلقة قبل كل وجبة بنص ساعة على كوبايتين مية، هتعمل يعني هتدينا مفعول السحر في ان احنا نملى المعدة بتاعتنا. بذور القاتونة دي ما بتخش جوه الجسم، بتتمدد من 10، يعني مثلا ولكن انت اكلت لقمه معينه، بتمدد اللقمه دي من 10 ل 15 مره من حجمها الطبيعي. فما اللقمه بتاعتنا اللي احنا بناكلها دي بتتمدد من 10 ل 15 مره من حجمها الطبيعي، فتملى حجم المعده بتاعنا، فالمعده بتاعتنا تبقى ناكل كميات اكل قليله ونشبع، لان اصلا اللقمه بتخش بتملى لنا من حجم المعده، فالمعده بتاعتنا ما يكونش فيها حيز، الحيز صغير للاكل، فناكل كميات اكل قليله ونشبع بسرعه. يبقى بذور القاتونة هي ديت يا جماعة البذور المعجزة، مش مكلفة، تقدر تجيبها من عند أي عطار أو تقدر تجيبها من أي صيدلية باسم ريبسيليوم هاسك. كل الناس بلا استثناء، يلا انشروا الفيديو ده علشان الناس اللي عمالة تجري على ورايا عمليات بالون المعدة. وأنا بس أنا بالمناسبة أنا في مصر اشتغلت مع أحد الأطباء، كان بيعمل فقط، كان كل شغله على بالون المعدة، وأنا فقط بمجرد إن إحنا استخدمنا هذه البذور عندنا في العيادات بشكل مستمر كعامل مساعد لينا ضمن البروتوكول العلاجي والنظام الغذائي ونمط الحياه الصحي اللي احنا بنغيره، بحيث ان احنا بعد ما ننزل في الوزن ما نرجعش مره ثانيه. كل اللي انا بقوله وعد مني لاي حد بي 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 يعني هذه البذور بالفعل تعادل بالون المعده اللي هي الناس بتصرف عليها 30,000 و40,000 و50,000 واكتر من كده واقل من كده، ودلوقتي الاسعار بقت اغلى شويه في مصر، فممكن تلاقيها باسعار اعلى من كده. فانت دلوقتي تقدر تطلع عند اي اقرب اي عطار وتستخدم بذور القاتونة عشان تحس بالشبع، زاد ان لها فوائد صحية تانية من ناحية المعدة، تبطين جدار المعدة او الامعاء، بتزويد الحركة الدودية للامعاء، وبالتالي ان احنا نقدر بشيء طبيعي من عند اي عطار او نجيبه من الصيدلية نستخدم كبسيليوم هاسك. بس قبل، لو هتستخدمه كبسيليوم هاسك موجود في الصيدليات، ارجع لطبيبك عشان يحدد لك الجرعه بتاعتك. شكرا ليكم، كان معاكم الدكتور احمد عطيه الدهشان، طبيب تغذيه في تركيا. دمتم بصحه وعافيه، باي باي.